يعطيكم العافية. صباح الخير. مدرس حسين الحجال، مديرية تربية دمشق. أنا اليوم درس الدائرة المثلثاتية والدائرة المثلثية للصف العاشر. طبعاً هاي الدائرة حتكفي معنا بكل المراحل الثانوية وحتى بالمراحل الجامعية، وحتصير أساس بالدراسة. الدائرة المثلثية عندنا بالخط العريض مركزها مبدأ الأحداثيات نصف قطرة واحد دوماً. طيب، عندنا المبدأ مركز الأحداثيات O، X فتحة أخذ، X فتحة X، Y فتحة Y. مركز مبدأ الأحداثيات هو مركز الدائرة نصف القطر واحد، معناها الدائرة المثلثية تقطع محور الإكسات عند الواحد وعند الناقص واحد، وتقطع محور الوايات عند الواحد وعند الناقص واحد. طيب، نحن بنسمي محور الإكسات بنسميه محور الكوساين، بنسمي محور الوايات محور الساين. طيب، سؤال أغلب الطلاب، ليش بيكون عندنا مبدأ الأحداث، ليش بيكون عندنا نصف قطر هي الدائرة هو واحد؟ ليش مركز، ليش نصف القطر بيكون واحد؟ نحن أي زاوية بدنا ناخدها، أي زاوية بدنا ناخدها، طبعاً عندنا الاتجاه الموجب لحركة الزاوية هو عكس عقارب الساعة، الاتجاه السالب لحركة الزاوية هو مع عقارب الساعة. فأنا إذا هون أخذت زاوية، مسحنا زاوية تتا مثلا، تتا هي الزاوية، تتا هي الزاوية إلى مسقط، إلى مسقط، مسقط على محور الكوساين، هاد بنسميه نحن كوساين الزاوية تتا، ولا مسقط على محور الساين، هذا المسقط بنسميه ساين الزاوية تتا. طيب، عنا إذا بدنا نرجع نعمل زاوية، عندنا هون مسقطة، هي زاوية تتا، هون مسقط كوساين زاوية تتا، هون مسقط لساين زاوية تتا، ساين زاوية تتا. المثلث هون عندنا، هذا المثلث قائم، مثلث قائم، عندنا كوساين حسب فيثاغورس، لنحسب نحن طول الوتر، الوتر واحد، عندنا كوساين مربع الزاوية زائد ساين مربع الزاوية بيساوي معنا الوتر للتربيع اللي هو واحد. من هاي العلاقة نحن أخذنا نصف قطر الدائرة المثلثية واحد دوما. طيب، نحكي شوي عن الدائرة المثلثية، قلنا نحن مركز الدائرة هو مبدأ الأحداثيات، تقطع محور الإكسات بالواحد والناقص واحد، تقطع محور الوايات بالواحد والناقص واحد. طيب، الاتجاه الموجب للدوران عكس عقارب الساعة، عندنا هون هي الزاوية، زاوية صفر، زاوية صفر، نحن عم نمشي. طيب، عندنا الباي كقياس بالراديان، الباي عندنا اياها 180 درجة،
180 درجة. يعني أنا هون عند الزاوية صفر ومشيت هيك 180 درجة، معناها أنا وصلت للزاوية باي. معناتها إذا بمشي 90 درجة فأنا وصلت للزاوية باي على 2، اللي هي 90 درجة. 180 على 2 90 درجة. معناها إذا بمشي أنا 3 أرباع دورة، إذا بمشي 3 أرباع دورة لهون، معناتها أنا مشيت 90 90 90، معناتها مشيت أنا 3 تسعينات 3 تسعينات 3 باي على 2. إذا بنمشي 360 درجة، 360 درجة بالاتجاه الموجب، فنحن مشينا 4 تسعينات أو مشينا 180 مرتين، يعني أنا وصلت للزاوية 2 باي. 360 درجة هي 2 باي. طيب أوكي. أنا هون متفقنا نحن أنه محور الإكسات للإحداثيات هو محور الكوساين، ومحور الوايات للإحداثيات هو محور الساين. اتفقنا كمان أنه الدائرة المثلثية تقطع هون بالواحد والناقص واحد، وهون واحد ناقص واحد. معناها الساين أي زاوية مهما كانت تكون، الساين أي زاوية شو ما كانت تكون الزاوية، هو أصغر أو يساوي الواحد، وأكبر أو يساوي الناقص واحد. الساين محصور هون عند الواحد والناقص واحد. نفس الشيء على الكوساين. الكوساين الزاوية محصور بين الواحد والناقص واحد. هاي الكوساين محصور بين الواحد والناقص واحد مهما كانت تكون الزاوية. طيب أوكي. منرتب الزوايا متفقنا نحن انه الباي هي 180 درجة. اوكي، الزاوية صفر، الزاوية باي 180 درجة، الزاوية باي على 2 90 درجة، الزاوية 3 باي على 2 اللي هي 3 تسعينات يعني 270 درجة، عندنا الزاوية 2 باي اللي هي 360 درجة. هيك اكتملت معي انا دورة كاملة، دورة كاملة للدائرة. معناها الزاوية صفر هي نفسها الزاوية 2 باي بمساقطها على الكوساين وعلى الساين. طيب اوكي. نرجع شوية شرح صغير. صفر باي على 2 باي، 3 باي على 2 واثنين باي. مشينا زاوية تتا مثلا، زاوية تتا هاي الزاوية إلى مسقط نعم المسقط قائم طبعا. مسقط قائم أعطاني كوساين الزاوية تتا. مسقط قائم الساين أعطاني ساين الزاوية تتا. طيب الزاوية تتا بالربع الأول، هذا ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع. نعدلها لهي، راحت معنا بالمحاية على تمام. نرجع. الزاوية تتا بالربع الأول هي الزاوية من الصفر للتسعين للباي على 2. الزاوية اللي بتكون معي
بالربع الثاني هي زاوية من 90 لل 180 للباي. الزاوية اللي بتكون معي بالربع الثالث هي الزاوية من الباي من 180 لل 270 اللي هي 3 باي 2. الزاوية اللي بتكون معنا بالربع الرابع هي الزاوية من 270 لل 360 من 3 باي 2 لل 2 باي. طيب اوكي، شلون نحن ممكن نوجد شو هي صيغة الزاوية بالربع الثاني وبالربع الثالث وبالربع الرابع؟ يلا يا استاذ. حناخذ هون نظيرة الزاوية تتا بالنسبة للساين. مدينا نحن مسقط الساين، مسقط هون مديناه، قطع معنا بالربع الثاني هون، معناها الزاوية هي اللي هي الزاوية ناتجة، هي نظيرة الزاوية تتا بالنسبة للساين، ناتجة معنا عن دوران باي بعدين ناقص مقدار الزاوية تتا. معناتها الزاوية عندنا بالربع الثاني هي باي ناقص تتا. طيب شو هي الزاوية اللي بتكون معنا بالربع الثالث؟ بالربع الثالث، بالربع الثالث بنمد نحن، بنمد هذا المستقيم بيطلع معنا الزاوية، الزاوية هون نظيرة الزاوية تتا بالنسبة للمبدأ، بالنسبة للمبدأ. هاي الزاوية شلون تنتج معنا؟ تنتج معنا عن دوران باي ولسه منكفي بمقدار تتا. معناتها الزاوية، نظيرة الزاوية تتا بالربع الثالث هي باي، باي زائد تتا. طيب شو هي نظيرة الزاوية تتا بالربع الرابع؟ نظيرة الزاوية تتا بالربع الرابع عندنا احمر، نظيرة الزاوية تتا بالربع الرابع بنمد نحن مسقط الكوساين، بقطع معنا هون. طيب الزاوية، الزاوية الناتجة عن دوران 2 باي، قطع الخط هون 2 باي بعدين نمشي بالاتجاه السالب بمقدار تتا. يعني هون هاي الزاوية شو صارت معنا؟ صارت 2 باي ناقص تتا. طيب اوكي، من شوي نحن اتفقنا انه 2 باي هي نفسها الصفر، معناتها فينا نلغي نحن 2 باي، ففينا نعتبر انه نظيرة الزاوية تتا بالربع الرابع هي ناقص تتا، هي ناقص تتا. طيب ضمن كل هالشبكات حنرجع ننظم. عندنا صفر باي اتنين، باي اتنين كتابي افضل، اوكي باي اتنين، باي ثلاثة باي اتنين واثنين باي. الزاوية، الزاوية تتا، زاوية تتا شوية زاوية تتا مسقطة كوساين الزاوية، مسقطة هون ساين الزاوية، نظيرة الزاوية تتا بالنسبة للساين هي الزاوية باي اتنين عفوا باي ناقص تتا اللي هي هاي الزاوية. طيب نظيرة الزاوية تتا بالنسبة للمبدأ هي هاي الزاوية اللي هي ناتجة معنا باي زائد تتا.
نظرة الزاوية تتا بالنسبة للكوساين عنا ياها هي الزاوية ماس تتا. منشوف نحنا بهذا الرباعي اللي نتج معنا. منشوف. لاحظوا معي. كوساين الزاوية تتا هو هذا المقدار. ساين الزاوية تتا هو هذا المقدار. الزاوية باي ناقص تتا. ساينا هو نفسه ساين الزاوية تتا. كوساينا كوساينا يعني مسقط على الكوساين هو نفسه كوساين الزاوية تتا لكن بالاتجاه السالب يعني هون ناقص تتا. ناقص كوساين الزاوية تتا. ناقص كوساين الزاوية تتا. طيب الزاوية باي زائد تتا. الزاوية باي زائد تتا. مسقطة على الكوساين. مسقطة على الكوساين هو نفسه كوساين زاوية تتا لكن سالب. مسقط الزاوية باي زائد تتا على الساين. الساين هو هذا المقدار اللي هو نفسه ساين الزاوية تتا لكن سالب. ناقص ساين الزاوية تتا. طيب الزاوية ناقص تتا. مسقطة مسقطة على كوساين هو نفسه كوساين زاوية تتا. مسقط الزاوية ناقص تتا على الساين هو ناقص ساين زاوية تتا. معناها فينا نحكي فينا نحكي هون الزاوية الموجودة معنا بالربع الأول. الزاوية الموجودة معنا بالربع الأول ألفا تتا لمدا أي شيء. بالربع الأول ألفا. بالربع الثاني باي ناقص ألفا. بالربع الثالث باي زائد ألفا. بالربع الرابع ناقص ألفا. الكوساينات والساينات لكل ربع. كوساين بالربع الأول موجب. الساين بالربع الأول موجب. الساين بالربع الثاني موجب نفسه ساين الزاوية ألفا. الكوساين بالربع الثاني سالب. بالربع الثالث باي زائد ألفا عندنا الكوساين سالب وكمان الساين سالب. بالربع الرابع الكوساين موجب والساين سالب. طيب فينا نستفيد من الموضوع. نستفيد من الموضوع انه هون نستفيد من الموضوع هون بالربع الاول عندنا جميع النسب موجبه، يعني نقصد انه الكوساين موجب والساين موجب. والساين موجب. بالربع الثاني الكوساين سالب والساين موجب. بالربع الرابع عفوا بالربع الثالث الكوساين سالب والساين سالب. بالربع الرابع عندنا الكوساين موجب والساين سالب. مكتوب معنا بهي الشريحة انه عندنا بالربع الاول جميع النسب موجبة، يعني الكوساين موجب والساين موجب. مكتوب معنا هون بالربع الثاني انه الجيب فقط هو الموجب. الجيب يعني الساين هو فقط الموجب. مكتوب معنا هون بالربع الثالث انه الظل فقط هو الموجب. الظل هو التانجنت. التانجنت اللي هو ساين على كوساين. شلون بده يطلع معنا الظل موجب؟ لما يكونوا اثنيناتهم موجبين او اثنيناتهم سالبين. هلا هون عندنا نحن بالربع الثالث الكوساين سالب والساين سالب، فسالب على سالب حيطلع معنا موجب. عموما بالربع الثالث الكوساين والساين بيكونوا سالبين. بالربع الرابع عندنا الكوساين موجب الكوساين موجب والساين سالب، فبيكون معنا هون فقط الكوساين هو الموجب. رابع
ربع أول. هلا نرجع للدائرة اللي بدنا نكتب عليها كل شيء. هون نرجع نكتب 0 باي 2 باي 3 باي 2 و 2 باي. ربع أول، ربع أول، ربع ثاني، ربع ثالث، ربع رابع. الزاوية هون اسمها تيتا أو ألفا أو أيا كان، تيتا. هون الزاوية اسمها باي ناقص تيتا. هون الزاوية اسمها باي زائد تيتا. الزاوية بالربع الرابع عندنا اياها ناقص تيتا. طيب مشان الكوساين والساين عندنا بالربع الاول الكوساين موجب والساين موجب، بالربع الثاني الساين موجب والكوساين سالب، بالربع الثالث سالب سالب، بالربع الثالث سالب سالب، بالربع الرابع الساين سالب والكوساين موجب. طيب هون بناخذ شوي، هي كان لازم نشرحها قبل بس يعني ما اثر معنا بالموضوع. اتفقنا نحن انه الباي هي 180 درجه. معناها باي على 2 يعني 180 درجة على 2 شو حيعطينا؟ 90 درجة. باي على 3 يعني 180 درجة على 3 60 درجة. باي على 4 180 درجة على 4 45 درجة. باي على 6 180 على 6 بيعطينا 30 درجة. 2 باي 2 ضرب 180 عندنا 360 درجة. طيب شلون نحن ممكن نوجد القياس للزاوية بالراديان يعني بلغة الباي لأي زاوية مكتوبة معنا بالدرجات؟ أنا هون الزاوية 20، الزاوية 20 20 درجة، نضرب 20 ضرب باي على 180. بالاختصار 20 على 180 بيطلع معنا 9. فعندنا نحن الزاوية المقابلة للزاوية 20 بالدرجات، الزاوية المقابلة بالراديان هي باي على 9. طيب الزاوية 15 درجة، 15 درجة 15 ضرب باي على 180، 15 على 180 بيطلع معنا 12. فأنا هالزاوية المقابلة للزاوية 15 درجة بالراديان هي باي على 12. الزاوية 135 درجة، 135 ضرب باي على 180. بالاختصار بيطلع معنا 3 باي على 4. 135 درجة هي نفسها راديان 3 باي على 4 يعني 345. متفقنا من شوي انه باي على 4 هي 45، 45 ضرب 3 135 معناتها 3 باي على 4. الزاوية 270، 270 ضرب باي على 180. بالاختصار 270 180 بيطلع معنا 3 على 2. الزاوية المقابلة للزاوية 270 درجة بالراديان هي 3 باي على 2. اساسا 270 درجة هي 390، وال90 هي باي على 2. باي على 2 ضرب 3 صارت معنا 270 درجة. شلون هلا ننتقل من زاوية مكتوبة معنا بالراديان للدرجات؟ الزاوية مثلا 3 باي على 5، 3 باي على 5 نضربها ب 180 على باي. ليه؟ اساسا نحن بدنا نلغي الباي، باي مع باي بتروح بصير معنا 3 ضرب 180 على 5 بالحساب 108 من درجات، معناتها 3 باي على 5 بالراديان هي بالدرجات 108 درجات. طيب 7 باي على 4 نضرب ب 180 على باي، باي مع باي بتروح
7 ضرب 108 على 4 عطتني الزاوية 315 درجة. طيب الزاوية ناقص 2 باي على 3 ناقص 2 باي على 3 ضرب 180 على باي، باي مع باي بتروح 2 180 على 3 بيطلع معنا الزاوية 120 درجة. طيب يعني عمليا فينا نحن نعوض بدل الباي 180 بدل الباي 180 نضرب ونقسم وبيطلع معي قياس الزاوية بالدرجات. طيب قياس الزاوية بالدرجات عندنا هون الزاوية مثلا 3 باي على 5 طلعت معنا الزاوية 108 درجات. نحن بأي ربع هون؟ إذا نحن نرسم دائرة مثلثية نحن هون 108 درجات، يعني نحن بالاتجاه الموجب لأنه إشارتها موجبة، بالاتجاه الموجب بدنا نطلع 108 درجات يعني لهون، معناتها نحن بالربع الثاني، يعني هاي الزاوية 108 درجات هي كوساينا سالب وساينا موجب. طيب ناخذ الزاوية الثانية 315 درجة اللي هي 7 باي على 4 بأي ربع؟ بأي ربع موجودة معنا؟ ما ضبطت الدائرة صح؟ ثلاثمية وخمستاشر درجة عشان الدائرة ما عم تضبط كتير. 315 درجة موجبة، فنحن بدنا نمشي بالاتجاه الموجب يعني عكس عقارب الساعة حنمشي 315 درجة، يعني نحن هون مشينا 315 درجة، معناتها هي الزاوية 315 درجة هي بالربع الرابع، بالربع الرابع يعني كوساينا موجب وساينا سالب. طيب الزاوية ناقص 120 اللي هي ناقص 2 باي على 3، اساسا هي الباي على 3 60 درجة، متفقنا 180 على 3 60 درجة، 60 ضرب 2 هي 120 درجة، لكن اشارتها سالبة، فنحن بدنا نشوف. تمام هيك الزاوية ناقص 2 باي على 3 اللي هي ناقص 120 درجة، بنمشي هون بالاتجاه السالب اللي هو مع عقارب الساعة، بالاتجاه السالب بنمشي 120 درجة، 120 درجة يعني 60 يعني أنا صرت هون، هاي الزاوية اللي هي ناقص 2 باي على 3 على 3، الزاوية هون بالربع الثالث، بالربع الثالث اتفقنا نحن بالربع الثالث الكوساين سالب وبرضو الساين سالب. طيب نلغي هون شوي، شلون نحن بنعرف بأي ربع إذا أعطوني زاوية ما بالراديان؟ أزرق أخضر يلا أخضر مثلا، إذا أخذنا الزاوية 621 باي على 4 فشلون نحن بدنا نعرف نحن هون بأي ربع؟ طيب عندنا 621 نقسمها على 4 بيطلع معنا الناتج 155 والباقي 1، الباقي 1 على 4 وعندنا الباي. طيب معناتها 621 باي على 4 ناتج القسمة 155 باي والباقي 1 باي على 4. طيب اوكي شوية تقديل للإيضاح،
يفضل من الطالب لما يكون عندنا نحن هون عدد فردي امثال باي ناخذ اقرب عدد زوجي له. يعني 155 باي هي 154 باي زائد باي. 155 باي 155 باي هي 154 زائد 1 باي. ليه؟ لانه الامثال الزوجيه للباي اتفقنا انه فينا نشطبها نحن. بتنحذف. الامثال الزوجيه للباي معناتها نحن عم نكفي عدد دورات كامله ونحصل على نفس النقطه، عم نرجع على 2 باي. معناتها فينا نحن نلغيها مشان نعرف نحن بالدائره الاخيره وين نحن عم ننتهي. طيب اوكي. ناخذ الامثال الفرديه اقرب عدد زوجي نحسبه اللي بيضل معنا باي زائد باي على 4. اوكي باي زائد باي على 4 نحن بقي ربع بالربع الثالث. لأن اتفقنا انه بالربع اتفقنا نحن بالربع الاول اسمع تيتا هون باي ناقص تيتا وهون باي زائد تيتا. فهون طلع معنا باي زائد باي على 4 يعني باي باي 180 درجة ولسه 45 درجة، يعني نحن وين؟ بالربع الثالث. طيب اوكي. ناخذ على الزاوية اللي بعدها. الزاوية اللي بعدها ازرق موف احمر يلا. عن الزاوية ناقص 16 باي على 6. ناقص 16 باي على 6. إذا نحن نقسم 19 على 6 بيطلع معنا 3 والباقي 1. طبعا الإشارة سالبة فنحن نضرب الناتج والباقي بالإشارة. طيب طلع معنا ناقص 16 باي على 6 هي ناقص 3 باي ناقص 1 باي على 6. طيب ناخذ هون امثال فرديه، حناخذ اقرب عدد زوجي واللي بيضل معنا. طيب ناقص 3 باي هي ناقص 2 ناقص 1. اوكي هاي بتنحذف. شو بيبقى معنا؟ ناقص باي ناقص باي على 6 ناقص باي ناقص باي على 6. هذا الشيء اللي بمعنى هون. طيب اوكي نحن هذا الشكل ما شفناه ولا ربع. طيب بدنا نعرف نحن هو بأي ربع تماما. شوفوا معي حركة صغيرة. دائرة. بدنا نمشي يا شباب. بدنا نمشي بالاتجاه السالب. بالاتجاه السالب. ناقص باي. ناقص باي. ولسه ناقص باي على 6. يعني لسه ناقص 30. فنحن وين صرنا؟ هون ناقص باي ناقص باي على 6. فنحن وصلنا للربع الثاني. فهي الزاوية موجودة معنا بالربع الثاني. طيب بالربع الثاني طبعا صرنا بنعرف انه كوساين الزاوية بالربع الثاني سالب وساين الزاوية بالربع الثاني موجب. هون الأربعة الموجودة معنا ما أشكال الزوايا. باي ناقص زاوية، باي ناقص الزاوية، نحن هون بالربع عفوا نحن هون بالربع الثاني. باي زائد الزاوية نحن هون بالربع الثالث. ناقص الزاوية نحن هون بالربع الرابع. طيب كوساين الزاوية بالربع الثاني يعني كوساين باي ناقص الزاوية هي عكس كوساين الزاوية بالربع الأول. ساين باي ناقص الزاوية هي نفسه ساين الزاوية بالربع الأول. كوساين باي
باي زائد الزاوية، نحن هون بالربع الثالث، يعني باي زائد الزاوية، باي زائد الزاوية بالربع الثالث كوساين سالب، يعني ناقص كوساين الزاوية الموجودة بالربع الأول. ساين الزاوية بالربع الثالث باي زائد تيتا أو باي زائد ألفا هي عكس ساين الزاوية بالربع الأول ناقص ساين الزاوية. كوساين الزاوية بالربع الرابع كوساين ناقص تيتا ناقص ألفا هو نفسه الكوساين بالربع الأول. ساين بالربع الرابع هو عكس الساين بالربع الأول من الآخر بالربع الثاني. بالربع الثاني عندنا الكوساين هو السالب، بالربع الثالث اثنيناتهم سالبين، بالربع الرابع الساين هو السالب. طيب في الربع الأول لدينا الزوايا من الصفر للتسعين اللي هي باي على 2. طيب الزوايا الشهيرة الموجودة معنا تعودنا عليها بالإعدادي هي 0 30 30 45 و 60 بالإضافة لل 90. ال 30 درجة 30 درجة هي 180 على 6 باي على 6، 45 باي على 4، وال 60 اللي هي باي على 3 90 باي على 2 أخذناها سابقا. عندنا هون ساين الزاوية، ساين الزوايا معروف في معنى ساين الزاوية 30 ساين الباي على 6 نص كوساين جزء 3 على 2. ساين الزاوية 45 اللي هي باي على 4 جزء 2 على 2 كوساين جزء 2 على 2. ساين الزاوية 60 جزء 3 على 2 وكوساين 1 على 2. التانجنت هو ناتج قسمة الساين على الكوساين، فبصير معنا هون نص على جزء 3 على 2 بيطلع جزء 3 على 3، جزء 2 على 2 على جزء 2 على 2 تانجنت ال 45 1، وعندنا تانجنت ال 60 جزء 3 على 2 1 على 2 جزء 3. طيب بالربع الاول حناخذ نحن الزاويه باي على 6 على 3 مثلا. الزاويه باي على 3 اللي هي 60 درجه كوساين نص موجب وساين جزء 3 على 2 موجب. نظيرة الزاوية باي على 3 بالنسبة للساين هي الزاوية هي اللي هي ناتجة عن باي ناقص باي على 3 على 3. ساين نفسه جزء 3 على 2 كوساين عكس الكوساين للزاوية بالربع الأول اللي هو ناقص 1 على 2. نظيرة الزاوية باي على 3 بالربع الثالث اللي هي الزاوية، هي الزاوية نظيرتها هي الزاوية هي. طيب كوساين كوساين ناقص 1 على 2 وساين ناقص جزء 3 على 2. نظيرة الزاوية بالربع الثالث يعني نظيرة الزاوية بالنسبة للمبدأ هي باي زائد باي على 3 اللي هي الزاوية 4 باي على 3. نظيرة الزاوية باي على 3 بالربع الرابع يعني نظيرتها بالنسبة للكوساين هي الزاوية ناقص باي على 3 لكوساين كوساين موجب 1 على 2 وساين ناقص جزء 3 على 2 سالب. خلاصة الكلام كله، خلاصة الكلام عندنا الشريحة تمام. خلاص الكلام كله عندنا نحن أربع أرباب، ربع أول ثاني ثالث رابع، الزاوية بالربع الأول ألفا، بالربع الثاني باي ناقص ألفا، بالربع الثالث باي زائد ألفا، بالربع الرابع ناقص ألفا. هون عندنا بالربع الأول كوساين موجب والساين موجب، بالربع الثاني الساين موجب والكوساين سالب، بالربع الثالث الساين والكوساين اثنيناتهم سالبين، بالربع الرابع بيكون عندنا الكوساين موجب والساين سالب. اعتمادنا نحن على كوساين وساين الزوايا الموجودة بالربع الأول اللي بنعرفها، وعلى أساساتها نحن ناخذ نظراء بالأرباع الثانية.
وبيبين معنا شو اشاره الساين شو اشاره الكوساين. هيك اعزائي الطلبه اخذنا لمحه واسعه عن الدائره المثلثيه، اخذنا انه الباي هي 180 درجه، وعلى اساسها صرنا نحن نقسم ونطالع بقيه الزوايا. اخذنا بالدائره المثلثيه الارباع، اخذنا بكل ربع شو الزاويه اللي بتطلع معنا، وكلهم اعتمادهم على الزوايا الموجوده بالربع الاول، وعلى كوسيناتهم وسيناتهم. اخذنا بكل ربع شو اشاره الساين شو اشاره الكوسين اللي نحن لازم ناخذها بشكل مناسب. كيف نحن بننتقل من زاويه بالدرجات الى زاويه بالراديان والعكس كمان؟ كيف اذا كان عندي زاويه بالراديان وانا بدي اعرف هي باي ربع مشان اعرف شو هو كوساينها وشو هو ساينها؟ ان شاء الله بالتوفيق.